السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع مساكن الخيام في الجنة. هذه الخيام مصنوعة من لؤلؤة واحدة مجوفة، مما يجعلها رمزا للجمال الفائق والفخامة اللامحدودة، وقمة في الروعة والنعيم والرفاهية. فهي ليست كأي خيمة تعرف في الدنيا، وهذا يدل على سعة النعيم في الجنة ينتقل فيه المؤمن بحرية. طولها ما يقارب 60 ميلاً وعرضها 60 ميلاً، يتنعم المؤمن الصالح كرمز إضافي لتكريمه ومكافأة على أعماله الطيبة في الدنيا. إنها مساكن لا نظير ولا شبه لها. المؤمن ينعم مع أهله ومع الحور العين، ينتقل من غرف الخيمة أو أجنحتها واجدا فيها الهدوء والسكينة والراحة النفسية والتمتع بالنعيم الأبدي.